ومن الأخطاء المتعلقة بالصلاة التي يقع فيها البعض أنه إذا رفع من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، قال ربنا لك الحمد والشكر، يزيد كلمة الشكر، وهذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لها أصل ثابت. كذلك قول البعض بعدما يسلم من الصلاة يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت، يزيد وتعاليت، وهذه لم ترد في هذا الموطن، وردت في دعاء القنوت نعم لكنها لم ترد بعد الصلاة.